تفجرت ثورة 26 من سبتمبر كما لو أنها بركان أحرق كل ما شيدته الإمامة خلال أعوام طويلة سوداء قاتمة. لكن سبتمبر لمن يعرفها لم تكن مجرد ثورة بندقية ومدفعية، بل كانت أكثر شمولية وعظمة وإبداعا وألقا وقدرة على تطويع الفن الثوري في خدمة رسالة سبتمبر وأهدافه. ثورة حق وعدل وغنى، ثورة حق وعدل وغنى، أمتي وحدها رب السماء، أمتي وحدها رب السماء. أغنية هذه أرضي كانت واحدة من أبرز ملاحم ثورة سبتمبر جملاً وذوقاً، حيث كانت ولا زالت مرتبطة بأذهان وعقول اليمنيين منذ 63 عاماً بسبتمبر وبطولاته وصناع مجده وجيشه وآماله العظيمة. تصدرت هذه الأغنية الوطنية قائمة الأعمال الوطنية لجيل سبتمبر بعد أن غناها شيخ الفنانين الراحل محمد حمود الحارثي. أما كاتب كلماتها فهو الشاعر المعروف أحمد عبد الرحمن العماري الذي نظم حروفها كما لو أنها رصاصات في بطن بندقية القائد علي عبد المغني أو جنود مجندة في صف تنظيم الضباط الأحرار. أنا للطيان لا لن أنحني، عزة الإسلام تجري في دمي، ودعاة الشر لن تخدعني، ودعاة الشر لن تخدعني، فلتعيشي يا بلادي واسلمي، فلتعيشي يا بلادي واسلمي. ليس غريبا على كاتب أنشودتي في ظل راية ثورتي التي اعتمدت نشيدا وطنيا للجمهورية العربية اليمنية حتى 22 من مايو 1990 أن يكتب مثل هذه الكلمات الخالدة التي أصبحت لحنا تصدح به الحناجر والمدارس والمصانع والمعسكرات. أما الفنان الحارثي فقد ذاع صيته بعد هذه الأغنية السبتمبرية ولمع نجمه في سماء البلاد بفضلها. أزرع النصال شعب اليمني، هاتفا رمز العباية وطني، أهب النفس لأغلى موطني، أهب النفس لأغلى موطني، حبه لحن فؤادي وفمي، حبه لحن فؤادي وفمي. لقد كان سبتمبر وما زال زرعا سقاه الأبطال بدمائهم ولحنا تردد وما زال في ذاكرة اليمنيين وقلوبهم وتجذر في تفاصيل حياتهم كسمفونية عصية على النسيان. سبتمبر المارد الذي تشرفت الحناجر بالغناء له والبنان بالكتابة عنه. ومع تجدد ذكرى ثورة 26 من سبتمبر وبقاء هذه الأغنية السبتمبرية وغيرها من الأغاني الوطنية حاضرة في مسرح الفن الذي يتغنى ويصدح به اليمنيون في وجه الإمامة بوجهها المستحدث والأكثر قبحا، فلا دلالة لذلك سوى أن الفن الوطني المنبعث من روح ثورية هو سلاح لا يستهان به في مواجهة السلالة الموعودة بالفناء، ولليمني الأصيل أمام ذلك أن ينتصب بشموخ مرددا نشيده الخالدة وأغنيته الأزلية في وجه السلالة المستوردة. هذه أرضي وهذا وطني، سوف أفديه بروحي ودمي.